طيب احنا معانا غادة، في اسم غادة ملائكته حاضرة معانا النهاردة. غادة صباح الورد. صباح الفل يا فندم. اهلا بيك اهلا بيك. انا ليا بس اطراء صغير جدا جدا. يعني اولا مع احترامي الشديد لكل ائمة الاسلام، كل امام وكل مذهب له رأي، وهناك الرأي المتشدد وهناك الرأي الصارم وهناك الرأي اللين، تمام؟ والشيخ يدرك ذلك. انا بطالب بالسيدات المحترمات اللي اصبحوا نائبات مصر في جمهوريه مصر العربيه، وبطالب بكل من هو مسؤول، مش بس السيدات، النواب الجدد، ان هو ده دكتور احمد كريمه قال نفس الكلام يا استاذه غاده. دكتور احمد كريمه كان بيقول ان هو هيقدم مسودة وهيقدم ده لمجلس النواب القادم عشان نشوف نصوص الشريعة. وهناك منظمات نسائية في مصر هتقدم برضو، زي بهية مصر وزي شفط تحرش وزي لجنة المرأة الدائمة في مصر، هتقدم برضو بيان ان هي عايزة تعمل تعديل لقانون الخلع بما يفيد المرأة المصرية التي عانت الكثير والكثير من تحمل مسؤولياتها ومن التعرض للعنف ومن التعرض للضرب. واضح يا استاذة واضح يا استاذة غادة دون مقاطعة كلامك، يعني انه سبب المعاناة الرئيسية للمرأة المصرية انه القانون ما طبقش الشريعة زي ما هي بالظبط. طبعا ده اللي عرفناه من خلال ضيفنا. يعني انا عارفة ان في مادة في الدستور بتقول ان القانون مصدر الدين الاسلامي. طيب يا استاذة غادة دكتور احمد كريمة مع حضرتك هيرد على حضرتك في الامور اللي حضرتك عايز. شوفي السؤال اللي حضرتك عايزه تساليه فيه ودكتور احمد كريمه موجود يرد على حضرتك. يعني احنا لو بنستند على اكثر من مذهب اسلامي في الـ في الـ في, الـ في القانون، احنا عايزين يعني نصل للتوافق، نصل لامر، ما يبقاش احنا نعمل زي الفتره اللي فاتت ان كل واحد عنده راي، زي ما في بعض الاراء طلع يعني ظهرت في اكثر من قضيه في المجتمع المصري، بيكون لها راي وكل راي بيستند لمذهب. طيب الاستاذ احمد كريمه رجل فاضل، فانا زي ما هو بيقول ان هو هيصيغ بيان ويقدمه لمجلس النواب، بدل ده مرفق معاه الشواهد من الدين الاسلامي والثوابت، انا ارفع له القبعه واقول له ربنا يخليك، احنا كده بنطبق الشريعه الاسلاميه. اما اذا كان مستند على كل مذهب بيقول ايه، فانا اقول لحضرتك ان انا هبقى من السيدات اللي غير موافقه على هذا التعديل. طبعا احنا يعني احنا بنتناقش وعايزين نوصل لحل. طب ثواني يا استاذه غاده، اسمعي رد الدكتور احمد في الجزئيه اللي حضرتك سالتيه. ماشي يا فندم. انا مع حضرتك هو اولا ينبغي ان يعلم ان الخلع فلسفته او تكييفه او مقصده في الشريعه هو ليس الضرر فقط. يعني من الحاجات اللي انا اركز عليها، قالوا أن الخلع يكون في حالة الوفاق والشقاق. يعني الناس فاهمة أن الخلع لازم في حالات المنازعات، أبدا. ولذلك المرأة اللي جات امرأة ثابت بن قيس هي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بتقول له يا رسول الله، كانت امرأة صادقة، إن زوجي لا أعيب عليه في خلق ودين. الراجل يعني لا أطيبه، والراجل بيصرف تمام، والحياة هانئة. لكن قالت عبارة مؤدبة، قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. إيه معناها تفسيرها؟ ما بحبوش، مش مقتنعة بيه وجدانيا. الرسول هنا على السلام بقى، لو إحنا بتفكيرنا إحنا كان ممكن إنسان يقول لك إيه، الله الراجل مؤدب ومهذب وبيصرف على البيت، ما تعيشي معاه والحب بيجي بعد الجواز. لا، هي جربت معاه بعد الدخول وبعد الزواج، لم تجد توافق روحي ولا تقبل وجداني. تمام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتى بزوجها. يعني الزوج كان حاضر، مش ما كانش حاضر. الرسول عليه الصلاه والسلام ارسله. فجاء قال له ادفع يعني خذ الحديقه اللي انت دفعتها مهر الحديقه وطلقها تطليقه. ليه بقى هنا حضرتك؟ الرسول عليه السلام عرض على الرجل ان هو يسترد ما دفعه. تمام. وهنا بقى برضه مخالفه القانون للشريعه، والرسول اسند الطلاق للزوج وليس للقاضي. ان كان ممكن الرسول يطلق. طب انت سامعاني يا استاذه غاده؟ كان ممكن الرسول يطلق بصفته انه حاكم على المسلمين. ولكن هنا ايضا الرسول راعى البعد النفسي. قال له طلقها. بالظبط.
فالخلع هو صح يقبل التوكيل ويقبل أن يعرض أمام القاضي، لكن قالوا الأفضل إيه؟ سترا على البيوت وحفظا للأسرار. يعني شوف البعد في الأخلاق عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل للمرأة لماذا لا تحبي من قلبك. في روايات أخرى قالت إيه؟ أبصرته ذات يوم ماشيا بين رفاقه وأصحابه فوجدتهم يعني أسوأهم منظرا، مش عايزين نفصل. فهي ليس عندها ارتياح قلبي مع أنها فيه مسكن وغذاء ودواء وشرب وكله. طب يا أستاذة غادة ردك أو يعني تفضل. أولا أنا لما جيت اتكلمت عن العنف ضد المرأة بس علشان الموضوع منتشر جدا في المجتمع المصري، ما كانش قصدي أن قانون الخلع معني بهذا الشق فقط. وزميلتي العزيزة الموجودة الأستاذة لما اتكلمت على الأمر القانوني قالت أن مش بس قانون الخلع كان علشان العنف داخل الأسرة أو تعرض الزوجة للضرب. لا طبعا أنا مع حضرتك أنه أحيانا بتكون الزوجة نفسيا غير متقبلة هذا الرجل كزوج، أو في علاقتها الحميمية أو في علاقتها الأسرية مع زوجها مش قادرة تكمل، أو ما فيش تكافؤ اجتماعي، أو في أشياء أخرى كتير مسببات أنا ما تكلمتش فيها. فأنا طبعا مع حضرتك أن في مسببات أخرى غير تعرض السيدة للعنف. أدي واحد. اثنين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد لها حديقتها. طب إذا كنا بقى بنتكلم يعني طبعا ما فيش بعد رأي رسول صلى الله عليه وسلم، لكن أعتقد أن الأمور تغيرت وأنا بشوف أن القوانين والتشريعات لازم تواكب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي بتمر بيها البلاد اللي احنا عايشين فيها. يجوز في هذا الوقت كانت الأمور الاقتصادية أمور سلسة وحياة بسيطة وحياة سهلة، لكن لازم القوانين زي القوانين العالمية اللي في كل دول العالم تواكب الحياة الاقتصادية والسياسية. يعني أنا دلوقتي أنا لو سيدة، لو افترضنا أن أنا سيدة بشتغل شغلانة بسيطة جدا في أي مكان حكومي وما بتقاضاش أكتر من 700-800 جنيه، وأنا عايز أرفع قضية خلع، وأنا عايشة في بيت على الأقل إيجاره 300-400 جنيه، القانون ما بيخدمنيش أنا كسيدة إن أنا أرد دي كل حاجة أنا خدتها، بتنازل عن كل شيء. يا أستاذة غادة، دكتور أحمد بيقولك ده قانون مش الشريعة. عارفة ده معناه إيه؟ معناه يعني علشان أنا أخد حريتي من اللي أنا عايشاه، من تحمل مسؤوليتي ومن قهر نفسي ومن ضغط الأسري ومن كل شيء، وحتى نفسيا أنا يعني أبقى ممكن أبقى تعبانة، أتنازل عن كل شيء. طب يا أستاذة غادة، دكتورة هو ده بقى التعديل لما أنا أفكر في التعديل. طب دكتور أحمد عايز يرد عليكي بس اتفضل. يعني الزوجة دي ما يتناسب. طيب القانون ده مش ما ينفعش يتسن كده وإحنا قاعدين على ترابيزة مفاوضات ونتكلم ونسن القانون. لازم ابقى دارسه لكل الامور الاقتصاديه. طب دكتور اللي بتمر بيها بلدنا. طب ردي عليها يا استاذه جواهر. طيب في الشق القانوني بتقول لك القانون يعني ده قانون بيتحط كده على بصي، هو قانون الخلع مش بيدي للست حقها، لان زي ما انا قلت هي بتقول دلوقتي هو ده اللي انا عايز اسمعه. هي بتتنازل عن النفقه بتاعتها، نفقه العده والمؤخر ونفقه المتعه، بس بيبقى ليها الحق في حضانه اطفالها لغايه 15 سنه وفقا لقانون، وهو ملزم يصرف على الاطفال والمفروض ان هي بترفع قضيه عشان نفقه للصغار. بترفع قضيه لاجر مسكن، يعني بص القضايا بتبقى عامله ازاي. غير طبعا الخلع، قضيه الخلع اللي هي بترفعها، فطبعا في مبالغ كبيره. هي انا طبعا بشكرك طبعا يا استاذه غاده عشان وقتنا، هي بتسال عليك سؤال مباشر، بيحصل ايه في قضايا الخلع؟ المفروض ان قضايا الخلع اتعملت عشان نقلل فتره التقاضي. قضيه الخلع بتاخد من 6 شهور لسنه وممكن اكتر، وسنه ونص. للاسف ستات كتير بتلجا يعني هو المفروض 6 شهور، ولكن انا كل قاضي وليه دماغه، يعني ممكن قاضي يقول لها يسالها انت ليه عايز تخلعيه، في حين ان هو المفروض ما يسالهاش انت عايز تخلعي جوزك ليه. في قاضي تاني ممكن ده مش من حق القاضي، لا طبعا مش من حقه ان هو يسالها. في قاضي تاني ممكن ان هو يقول لها تنازلي عن القايمه، في حين ان القايمه من حقها والمفروض ما تنزلش. طب هو بيدي نفسه الحق ده على اساس ايه؟ هو القاضي ليه سلطه تقديريه. يعني في الماده 17 دي بتدي سلطه تقديريه للقاضي، هو اللي بيحكم بيها. طب